أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن ذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا إن عذابها كان غراما إنها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا
وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته